السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عمر خير، بسم الله أرنوب وبطبط. أرنوب أرنب نصيط يسد، تيقظ أرنوب أرنب مبكرا ويخرج كل صباح ليبحث عن الطعام في الغابة، وفي يوم من الأيام كان أرنوب يسير في الغابة فسمع صوتا ضعيفا يقول أن النجدة ساعدوني. مشى أرنوب ببطء حتى وصل إلى مصدر الصوت الذي كان يأتي من داخل حفرة كبيرة. نظر أرنوب داخل الحفرة فوجد صديقته البطة. بطة بداخلها. مد أرنوب يده داخل الحفرة وحاول أن يمسك بطبط ليخرجها من الحفرة، ولكنه لم يتمكن من ذلك. جرى أرنوب هنا وهناك يبحث عن أحد يساعده لينقذ بطبط، ولكنه لم يجد أحدا. فكر أرنوب أن يقفز داخل الحفرة ليخرج بطبط، لكنه رأى أن الحفرة عميقة جدا ولن يستطيع الخروج هو الآخر. اقتربت الشمس من الغروب وبدأ الضوء يقيل خافت
خافت بطبط أكثر وصرخت قائلة: أخرجني من هنا يا أرنوب قبل الليلة، أنا خائفة. جلس أرنوب يفكر في هدوء ماذا يفعل لينقذ بطبط، وأخذ يفكر ويفكر. وفجأة قفز أرنوب إلى أعلى وقال: وجدتها. تسلق أرنوب شجرة حتى وصل إلى غصن طويل. أخذ أرنوب يقفز عاليا على الغصن ليكسره. تمكن أرنوب من كسر الغصن. أخذ أرنوب الغصن وأنزله داخل الحفرة. أمسكت بطبط بالغصن وخرجت من الحفرة. سكرت بطبط أرنوب لأنه